كما كان متوقعاً، أظهرت تعليقات رئيس مجلس النواب على توافقات بوزنيغا في أول اجتماع للمجلس لمناقشتها مؤشرات على احتمال عدم التوقيع عليها قريباً في اتفاق نهائي مع مجلس الدولة. لم نرفض ولا من حقنا نرفض أن نوصل لجانا ونشكرهم ونخلهم يستمروا حتى أسبوع أسبوعين أخرى فيها مسألة أن نحن بعدين نديروا ترتيبات الانتخابات تتم الجو المناسب لهذه مسألة أخرى وحكومة كيف وهذه يعني مسألة حتخص مجلس النواب ومجلس الدولة تهيئة الجو للانتخابات هذه مسألة تأتي بعد لكن نحن كسلطة تشريعية بنقول للليبيين والعالم نحن درنا ما هو علينا قاعدة دستورية أصدرناها قاعدة 6+6 أصدرناها لما جينا الاتفاق 6+6 حنقول كلمتنا فيه. لم تتوقف الانتقادات عند مجلس النواب فحسب، وانتقد توافقات لجنة 6+6 أيضا أعضاء في المجلس الأعلى للدولة في طرابلس. قوانين غير طبيعية، يعني ليست قوانين في وضع عادي، توافقية يعني محاولة الموائمة بين رأيي أو آراء مختلفة للوصول إلى توافق ورضا من مجموعة من الأطراف. اعتراض الجانبين على بنود في مشاريع قوانين الانتخابات يؤجل السير باتجاه إجرائها، وقد يدفع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي إلى اللجوء لخيار اللجنة رفيعة المستوى الذي لوح به في مارس الماضي، ومن مهامها وضع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وتشكيل حكومة مصغرة تشرف على إجراء الانتخابات. أعتقد بأن ما حدث يعني ليس ابتداء من اليوم، يعني الرفض كان منذ البداية، لجنة ومجلس النواب ومجلس الدولة لم يكونا راغبان منذ البداية أن يذهبا إلى هذا التوافق، جاء بناء على ضغط دولي، كنا شهدنا هذا الضغط، تلويح السيد عبد الله باتيلي أو تهديده باستخدام الخيار الآخر وهو أما يلجأ للرئاسي أو أنه سيلجأ إلى لجنة رفيعة المستوى كبديل عن مجلس النواب والدولة لإصدار هذه القوانين، هو ما جعل لجنة 6+6 أن تعمل بعجالة وتخرج قوانين غير توافقية. نتائج اجتماعات بوزنيغا سيطرت على المشهد الليبي في الأيام الأخيرة، وكانت محور لقاءات أجراها 10 سفراء وممثلين دوليين في طرابلس، من بينهم القائم بأعمال السفارة الأمريكية ليزي أولدمان، الذين أكدوا ضرورة دعم مسار اللجنة المشتركة بوضع خارطة طريق واضحة لإجراء الانتخابات. لا تبشر انتقادات أطراف الأزمة الليبية لنتائج مشاورات لجنة 6+6 بشأن قوانين الانتخابات بالوصول قريبا إلى توافق نهائي يتبعه التوقيع على اتفاق ينهي الأزمة في ليبيا ويمهد لإجراء انتخابات وشيكة، بل يحذر كثيرون من احتمال الفشل والعودة بالبلاد خطوات كثيرة إلى الوراء. فرج حمزة، الحرة، بنغازي.